وينضم إلينا سيد حيدر الملا القيادي في ائتلاف الوطني. أهلا بك سيد حيدر. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأنت رجل قانون، ما هي بينتك؟ أنت هاجمت وزارة العدل وحصرا وزير العدل، واتهمت اتهامات كثيرة، استغلال الأموال العامة، السطو على ما تبقى من العقارات، ما هي بينتك وما هي القصة أصلا؟ شكرا جزيلا. ميتنا. يعني القصة تعرفها حضرتك أستاذ أحمد. العملية السياسية في العراق مع كل الأسف على مدار 14 سنة الماضية خلت عينها لي ورا، ما خلت عينها لي قدام، وبدل من أن تبني البلد ظلت تباوع على الماضي، ولذلك وصل العراق إلى ما وصل إليه. المهم أنه الحاكم المدني بول بريمر أصدر قرارين سيئة الصيت، القرار 76 و88. بموجب هذين القرارين تم وضع إشارات الحجز لشخصيات من النظام السابق، كل مشكلتها أنه حبت وعشقت العراق وخدمت العراق في الفترة الماضية، وشملت إجراءات الحجز لحد الدرجة الرابعة. وهذا الملف ظل محل بحث ومحاولة لإحداث إصلاح به ورفع المظلومية عن الناس الذين شملوا بمثل هذه القرارات الجائرة. ومر بعدة مراحل، يعني أهم مرحلة كانت بيها هي مرحلة الفترة من 2010-2014، عندما يعني صارت تظاهرات المحافظات الستة وشكلت لجنة خماسية، كان ممثل ائتلاف العراقية فيها الدكتور المطلق، ووصلنا إلى صيغة مشاريع قوانين لمعالجة هذا الملف، وفعلا تمت إجراءات، ولكن إجراءات لأنه مجلس النواب في حينها رغم تمريرها في مجلس الوزراء لكن عرقلها. المهم عشرات الآلاف شملوا بإجراءات عقابية وحجزت عقاراتهم وعوائلهم وحتى الدرجة الرابعة طيلة هذه الفترة. المهم عندما صدر قانون 72 في 2017 ألغى القرار 76 والقرار 88، و ألزم هيئة المساءلة والعدالة في إصدار قوائم جديدة بإجراءات الحجز، والتي بموجبها تابعتم ومشكورة قناة الشرقية غطت هذا الملف عندما صدرت قوائم ب 4257، وناقشنا قلنا هذه القائمة أيضا فيها حيف كبير، والحيف بسبب مجلس الوزراء ومجلس النواب وليس بسبب هيئة المساءلة التي هي هيئة تنفيذية ملزمة أن تطبق قانون، الخطأ كان في القانون. المهم هيئة المساءلة والعدالة أوعزت بثلاث كتب إلى وزارة العدل أنه خلص ارفعوا إشارات رفع الحجز عن الناس اللي صار لهم 14 سنة محجوزة عقاراتهم ويخضعون إلى شتى أنواع الابتزاز. هسا أنا ما أريد أناقش وزير العدل اللي لحد الآن يجهل تطبيق القانون متعمدا أو جهلا ويبقي إشارات الحجز، لكن خطابنا اليوم إلى السيد رئيس الوزراء اللي نادى بالإصلاح ونادى بالتكنقراط، يعني هل من المنطق مصائر عشرات الآلاف من الناس تتركها بشخص يعني كل مؤهلاته كاتب حسابات تجيبه تسوي وزير عدل، وبالنتيجة يجهل تطبيق القانون وحارم الناس ومستمر بظلم الناس رغم تأكيدات هيئة المساءلة والعدالة بثلاث كتب في أنه يا أخوان لغت القرار 76 واللغة القرار 88. الفتحة الوزير العدل يقول والله مو أنتظر تعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. طيب التعليمات إذا سمحتي لي تخص القانون 72 فيما يخص المشمولين بالقانون 72، ولا تخص رفع إشارة الحجز عن الذين حجزت عقاراتهم بموجب القرار سيء الصيت 76 و88. وكما أسلفت ثلاث كتب خرجت من هيئة المساءلة والعدالة توعز هذه الجهة التنفيذية، ولكن أرجع أقول المسألة اليوم في ملعب رئيس مجلس الوزراء الدكتور العبادي. هذا هو الإصلاح، هذا هو التكنقراط، وزير عدل يجهل تطبيق القانون جهلا أو تعمدا ويبقى سيف مسلط على رقاب الناس 14 سنة الناس محجوزة عقاراتها، ويستمر وزير العدل أما ابتزازا أو جهلا الله أعلم أنه يستمر بوضع إشارات الحجز ولا يرفعها
واليوم يصدر بيان والله ننتظر تعليمات من الأمانة هذا هذا مجلس الوزراء. هذا هو ما أريد الحديث عنه. يعني البيان حق الرد مكفول طبعا على شاشة الشرقية نيوز، وحق الرد لكل من تم ذكر اسمه على شاشتنا، لكن يعني البيان كان واضحا من وزارة العدل. تصريحاتك حسب البيان بعيدة عن المصداقية، لا تمت للواقع بصلة، وهي دعاية شخصية للانتخابات وأسلوب مستهلك. يعني قلت لك اما جهلا او ابتزازا، يعني لما نجيب واحد كاتب حسابات يسوي وزير عدل ويكون هذا فهمه للقانون، هذا يستحق الرد؟ ولذلك انا خطابي اليوم الى الدكتور العبادي اللي نادى بالاصلاح ونادى بالتكنقراط، وزيرك يا دكتور العبادي بهذا المستوى من الجهل في تطبيق القانون، رغم كتب هيئه المساءله والعداله اللي تأمره أو توجهه أنه حطيته إشارات الحجز بموجب القرار 76 و88 واللغة هاي القرارات بموجب القانون 72، رغم ملاحظاتنا على القانون 72، لكن هذا القانون ألغى القرار 76 و78 مع الحاكم المدني. يعني اليوم المن الناشد حزب الفضيلة، يعني هي هاي الفضيلة اللي تحكون بيها أنه تبقون المظلومية على الناس؟ اليوم هذا القرار 76 و88 وضع إشارة الحجز حتى الدرجة الرابعة، ووزير العدل السيد المحترم وزير العدل لحد الآن لا يقبل أن يعمم إلى دوائر التسجيل العقاري برفع إشارات الحجز عن الناس 14 سنة مظلومين أبوهم يعني شافوه بسبب هذه القرارات الجائرة. إلى أي يعني وين نريد نوصل؟ وين نريد نوصل؟ رغم وجود القانون لكن مشكلتنا عندنا هيج عقليات ولا طب سيد حيدر، يعني هيج عقليات يعني انتقامية. سيد حيدر رجاء بدون تجريح بالآخرين، يعني نكرر أن حق الرد أيضا مكفول سواء وزير العدل أو غير وزير العدل. سنناقشك أيضا برد وزارة العدل، ولكن سؤال يعني يطرح نفسه الآن، تقول 14 عاما هذه العقارات تم الحجز عنها، طب من كان يستغلها؟ يعني معقولة بيوت مهجورة 14 سنة؟ أكيد أكو أحد، والله يعني لابد هناك بعض الجهات ربما. من يعني أنت تعرف اليوم هاي؟ أنا كل شيء ما أعرف سيد حيدر، كل شيء ما أعرف إلى عمليات سيد حيدر رحمة الوالدية، لا لا العفو خضعوا إلى عمليات ابتزاز. أي أنت راح أعرفك إذا ما تعرف. أول شيء خضعوا قسم كبير من هذه العقارات صارت أملاك إلى أحزاب سياسية قاعدين بيها ومسيطرين عليها ويستغلوها، وقسم من عندها صارت عمليات ابتزاز ومساومة للناس، انه انت هذا عقارك محجوز، اذا قيمته 10 دنانير اخذه من عندك بنص دينار لانه عقارك محجوز. ابتزوا العالم، يعني هي هذا ترى مو من فراغ استاذ احمد طلعوا الناس قالوا باسم الدين باقون الحرامية. البوق هو مو فقط كان لموازنات الدولة، انما بهذه الاجراءات العقابية والإجراءات الابتزازية اللي ابتزت المواطنين وابتزت الناس. أنت اليوم قاعد تتكلم عن شريحة تمتد إلى مئات الألوف، لأنه قرارات 76 و88 مع الحاكم الأمريكي بول بريمر امتدت حتى الدرجة الرابعة، 14 سنة الناس محجوزة عقاراتها في ظروف اقتصادية صعبة ما يقدرون يصرفون. اليوم أطراف سياسية ابتزت العالم بسبب هذه القرارات. مشكلتنا اليوم الحمد لله والشكر هسه لغت هذه القرارات. احنا ما عندنا مشكله شخصيه مع السيد وزير العدل، لكن باي منطق يبقى استمرار الظلم ولا ينفذ تعميمات هيئه المساءله والعداله؟ نعم، لكن هناك اجراءات سيد حيدر، هناك اجراءات مطلوبه لرفع 2014. هذا لا. الامر يعني هناك اجراءات اوضحتها وزاره العدل في البيان، قالت انه الامانه العامه امرت بتشكيل لجنه لاستلام التظلمات، لجنه الطعن واستلام التظلمات، وستكون هناك تقديم للطلبات الكترونيا وبدون اي تدخل من اي جهه لضمان سلامه استلام جميع التظلمات والبت بها. يعني هناك إجراءات أوضحتها وزارة العدل. يعني أشكرك والله بالحقيقة، شر البليتي ما يضحك، بس هيك اللي أريد أقول لك، القانونيين يمكن يعرفون. هذه الإجراءات تخص القانون 72 والقوائم 4257 ولا تخص العقارات اللي محجوزة بموجب القرار 76 و88. هذا الذي دعانا في أن نناشد الدكتور العبادي ونقول له هو هذا الإصلاح أن يكون وزير العدل بهذا المستوى،
من الجهل بالقانون. هذا الإجراءات الأمانة العامة وتشكيل لجنة تخص الذين شملوا بقانون 72 ولا تخص القرار 76 و88. أكو قصتين منفصلة، لكن أنا اليوم ما أقدر أتخيل، يعني لو فرضنا الرجل فعلا كاتب حسابات ما مؤهل أن يكون عنده إدراك بالقانون، معقولة وزارة العدل ما بيها مشاور قانوني اللي يقدر يفهم القانون أو على أقل تقدير يفهم توجيهات هيئة المساءلة والعدالة اللي مشكورة أقولها من شهر 9/2017 أرسلت إلى وزارة العدل، وأنا نشرت في وسائل الإعلام كتب هيئة المساءلة والعدالة التي توعز بشكل واضح تقولها لوزارة العدل، يا وزارة عدل ترى لغة القرار 76 و88 رفعوا إشارة الحجز. أما ما تكلم به بها وزارة العدل بحقيقة فقضية مضحكة، لأنه يتعلق بالقانون 72، يتعلق بالذين الآن مشمولين 4200. طب لا يمكن، لا يمكن أن يكون تم ترحيل المشمولين سيد حيدر، لا يمكن أن يكون قد تم ترحيل المشمولين بالقرار 76 و88 ورحلوا نفس الأسماء نفس القوائم السابقة رحلت إلى القانون الجديد؟ أستاذ أحمد ترى احنا ما بدنا نحكي عن قضية يعني افتراضية، أخي قانون، قانون صدر والقانون ألغى القرار 76 و88، يعني مو قضية افتراضية. أتمنى يعني لو تجيب اليوم طالب صف أول قانون مو وزير عدل راح يفهم الكلام اللي قاعد نقوله. أنا قد أعذركم أنه بيانهم شوية سوى نوع من الالتباس. قضية جدا بسيطة، ناس انحجزت عقاراتها بموجب القرار 76 و88 اللي صدرها بولي بريمر، بعد مرور 14 سنة الحمد لله والشكر صدر عندنا قانون رغم ملاحظاتنا على القانون 72، لأنه دائرة شموله كانت فيه مظلمة كبيرة نشمله بيطلعنا أنا تحدثت بها من خلال قناتكم الكريمة، من اللي قاتل الإرهاب واستشهد انشمل بي، اللي كان عنده وظيفة أيام النظام السابق إدارية مثل محافظ انشمل بي، العسكري اللي راح على فدائي وصدام وما له ذنب، ما ميز القانون بين المتطوع وبين العسكري اللي انتقل انشمل بي، وهذا ملف أيضا عندنا إجراءات لمعالجته. لكن الآن نتكلم عن موضوع منفصل ما له علاقة. القانون ألغى القرار 76 و88، وكان واضحا توجيه الكتاب المساءلة والعدالة إلى وزارة العدل في أنه ارفعوا يا وزارة عدل إشارات الحجز اللي صار لها موضوعها 14 سنة، انتهى الموضوع، انتهى، الناس تريد تأخذ حقوقها. لكن أنا أقول لك إياها، اليوم أكو فساد كبير، يعرفون كل الزين أنه الموضوع منتهي، لكن القضية هذه العقلية الابتزازية أنه أشيل لك إشارة الحجز ادفع لي هالقد فلوس. السؤال اليوم ليش أقول لك الكرة في ملعب السيد رئيس مجلس الوزراء، أنه أكو عملية فساد وعملية ظلم، الظلم ما يبني دولة، ناس صار لهم العملية السياسية تظلمهم على مدار 14 سنة، واليوم القانون أنصفهم وألغيت القرارات الحاكم المدني بولي بريمر، شنو المنطق أن تبقى ناس دا أقول لك تعيشون ظروف جدا صعبة، صار لهم 14 سنة عايشين هاي المظلمة، والقانون اليوم واضح وكتاب هيئة المساءلة والعدالة واضح، أتمنى كانت عرضوه، أنا نشرته في وسائل الإعلام، دا يقولهم اللغة القرارات، اللغة القرارات. فلذلك اليوم ما أقدر أقول أكو عملية جهل في فهم القانون، حتى لو ما عند الكفاءة القانونية في أن يفهم القانون، لكن أكيد أكو مستشار، أكيد حتى لو طالب صف واحد أول قانون هم راح يفهم، لكن أكو الآن نية مبيتة لابتزاز العالم، أنه تعال أرفع لك إشارة الحجز حتى تدفع حلقة فلوس، أو أشتري عقارك بربع السعر في لأن حتى يستغلون وضع إشارة الحجز اللي موضوعه. المشكلة تكمن هنا، ولذلك أقول لك إياها بكل صراحة، يعني أتمنى على السيد رئيس مجلس الوزراء في أن يعني خلينا نقول نهاية هاي الدورة ننصف الناس شوية، شوية عدل هسه، يعني حتى الصغير بدأ يعرف أنه واقعنا السيء أصبح بسبب أنه قاعدة واضحة، الظلم لا يبني دولة، إذا نظل نحط عيننا لي ورا ما راح نتقدم للأمام. اليوم الناس تريد واحد تحط عيونه لي قدام ويباوع على واقع العراق، ينظر إلى المستقبل، ينطي أمل للناس، مو يستمر بهذه العقلية الظلامية اللي مع كل الأسف كانت مستندة على قرارات حاكم مدني، ما إجينا حتى من انتهى الاحتلال حتى نقول والله قراراته باطل. اليوم مجلس النواب صدر قرار، قانون، شرع قانون ألغى القرارات، بأي منطق أنت يا وزير عدل، بأي إنصاف، بأي ضمير تبقي إشارات الحجز
وتفسرها والله انتظر تعليمات من الامانه العامه. يا اخي الامانه العامه قراراتها تتعلق بالذين شمولوا بال 4257 ولا تتعلق بالذين كانوا مشمولين بالقرار 76 و88. المشكله تكمن هنا، فاكون هي ابتزازيه للاستمرار بابتزاز الناس. نعم. ولذلك حقيقه نعم. راح نضغط يعني ايضا نتمنى على السيد الجبوري اليوم هو رئيس برلمان يعني يقدر ربما وزارة العدل ووزير العدل يستمع الى واحد من عنده ان يرفع هذه المظلمة عن الناس، يعني يستمع ربما وزارة العدل تستمع نعم. تستمع ربما وزارة العدل الى كلامك هذا، وربما ننتظر منها رد اكثر وضوحا. انا اشكرك جزيل الشكر السيد حيدر الملا القيادي في ائتلاف الوطنية، شكرا جزيلا لك.